يقول: ما حكم رجل دخل في صلاة الجماعة وهو جنب؟ ويعلم هذا الرجل أنه جنب، لكنه استحيا من شخص معين من الناس، وبعد قضاء الصلاة مع الجماعة ذهب إلى البيت وصلى إعادة لتلك الفريضة التي صلاها وهو جنب. أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو جنب، والحياء لا يمنع من أداء الواجب والاغتسال وأداء الصلاة على طهارة، فإن أمور الدين لا يدخل فيها الحياء، إنما الحياء يكون عما يشين ويكره ويستهجن، هذا هو الحياء المحمود. أما الحياء الذي يمنع من أداء الواجبات فهذا حياء مذموم، ولا على المسلم لا يخشى في الله لومة لائم. فهذا الذي فعله هذا الرجل من الصلاة وهو على جنابه من أجل الحياء هذا أمر محرم، ولكن ما دام أنه قضى الصلاة اغتسل عن جنابه وقضى الصلاة فقد أدى الواجب عليه، لكنه أخطأ في تصرفه هذا، ولا وعليه أن لا يعود لمثل هذا. وننصح المستمعين عن الحياء الذي يمنع من واجبات الدين وأمور الدين. ما كان الحياء يمنع الصحابة عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم من أمور دينه، حتى النساء كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تختص بها وهي من ما يستحيى من ذكره، ولكن الدين ليس فيه مجاملة. نعم.